مبسوط قوي. ميلاد سعيد يا أستاذ فهمان. عشية عيد الميلاد، صموئيل، رودي وموفن عم بيزينوا الشجرة. فجأة بيسمعوا صوت غريب. أهلاً، في أي طائر هنا؟ راحوا حتى يكتشفوا مصدر الصوت، وكانت المفاجأة. شو قولكن صار؟ تتعرفوا أكتر تابعوا شجرة الحب على سات 7 كيدز بالأوقات التالية. ميلاد سعيد يا سكوكي.